تمثال أم البطل أثار جدلا شديدا، التمثال اللي هتشوفوه على الشاشة على اعتبار أن البعض تعامل معه على أنه ليس مناسبا. كثرة التعليقات اللي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية هي اللي فجرت القضية. الناس طبعا تعاملت مع هذا المشهد اللي هو الشهيد اللي بيعانق الأم يعني أو بيحضن الأم، تعاملوا معه على أنه لا يعني مشهد ليس عناقا من شهيد لأم، ولكن يعني له دلالات تانية أو كان يمكن التعبير عن الموقف بشكل مختلف. خلونا نسأل الفنان التشكيلي الأستاذ وجيه يني عن هو عمل التمثال ليه بهذا الشكل. يا أستاذ وجيه أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا باشا. أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ وجيه. يعني كان فكرتك إيه في إنك تتعامل مع أنت كنت عايز تعبر عن إيه؟ الشهيد بيحضن الأم مصر يعني؟ لا حضرتك، يعني أنا ده أم الشهيد. أم الشهيد؟ تمام كده. فأنا عامل الشهيد بس مش عامله رمز مش كامل حضرتك، يعني مش تمثال كامل. مصر كاملة خالص، طلع 7 متر وربع، 8.5 في وش الأرض حضرتك. يعني مصر كاملة اللي هي الأم يعني؟ بالقاعدة 8.5 اللي هي كاملة. فأنا عامل رمز الشهيد حضرتك. والشهيد والشهيد رأسه من الخلف فقط يعني؟ بالضبط. بالضبط كده. فعشان أحمله على إيه؟ فاضطريت دي طبعا فنيا، حتى عملية فنية يعني لازم يتحمل على هو إزاي. فاضطريت بالأيدين أعتبره بيحتضن أمه، يعني إذا تعبير أنا جواي مش مفهوش أي حاجة تعيب بالمنظر يعني. ده أمه يعني حضرتك يعني، وهي أم الشهيد. فرحت عامله فنان بأن الأبين هي اللي تحمل شيل الجسم أو الجزء البسيط الخلفي. هو اتحط في 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 ميدان ايه؟ في البليانه في سوهاج. ميدان الشهيد، عشان كده انا عملت مثال المسمى نفسه بتاع الميدان. طيب من انت بقى من ساعه ما حط التمثال تم تداوله يا استاذ وجيه، انا بقى يعني بنتناقش يعني بهدوء يعني. كم التعليقات الكبيره يعني، حتى البعض بدا يقول لك ده مشهد تحرش، ده مشهد تايتانيك. انت عارف مشهد تايتانيك الشهير؟ فبدات التعليقات يبقى اذا انت ما عبرتش صح، او التمثال كان صادما يعني، عبر بشكل متناقض تماما يعني. والبعض اعتبر انه ده العناق بهذا الشكل اشبه بالتحرش وليس بشهيد يحضن امه يعني. وبص حضرتك كده، انا بعمل التمثال مكان في موقعه على فكره، ما بعملوش في ورشه او في مصنع او في مكاني وانقله نقل وتحط على قاعده زي اي تمثال. ده بينشا مكانه، لان بيبقى التماثيل وزنها يبدا من 10 طن و15 وتوصل 25 طن. فانا لسه ما زال شغال في العمل. انا حضرتك شغال في العمل، ما خلصتش العمل خالص. لا شغال. امال ايه، مش اتحط في الميدان؟ لا مش محطوط حط حضرتك. ما هو برضه اغلب الناس اللي على الفيسبوك واللي علقت دي ما تعرفش القصه دي خالص حضرتك. ده انا بنشأ مكانه، خرسانات مسلحه نازله بعمق وتسليح رهيب، فبعمل مكانه انا حضرتك. انا وشغال حضرتك. لا يعني ده محطوط فين دلوقتي المشهد اللي انا شايفه؟ في الميدان. ما هو ميدان في الميدان حضرتك، في الميدان موجود. في الميدان. ميدان الشهيد في البليان. ميدان الشهيد. طيب يعني اثناء العمل. اثناء العمل اتخذت له صوره من زاويه معينه حضرتك، لكن هو اصلا رمز للجندي وبعيد خالص. الصوره جت خلف بعضها يعني، الوشين جايين يعني خلف بعض، متاخد صوره واحده من لقطه من مكان يعني، الزاويه كانت مش كويسه تحت التصوير. واللي يعني انت معترف انك لا الزاويه بتاعه التصوير اللي مش كويسه، ولا انت اخطات؟ لا لا لا، انا ما فيش خطا ازاي؟ ده في خطا، انا كنت عملت التصميم الاول حضرتك. ايه الخطا في حضرتك؟ والتمثال لو كملوا الشطر على فكره ما كانش هيبقى تعليق من حد خالص. ما هو الشط من الزوايا كلها خالص. ما هو طالما المتلقي واحده. اتفضل حبيبي استاذ وجيه، انت فنان يعني، طالما المتلقي صدم يعني. انا بعمل هذا التمثال علشان يحدث فيه تاثيرا، يدغدغ عواطفه وياثر فيه ويعمل حاله وجدانيه، لكن لما يعمل حاله من التهكم ويعمل حالة صدمة يبقى مش ممكن تكون الناس أخطأت يعني. ما هو
الفنان بيصل لوجدان الناس، انت هنا خليت الناس تتهكم وتسخر، ما حسوش باللي انت بتقوله، حسوا بمشهد عكسي، قالوا ده مشهد تحرش، ده تايتانيك كمان يعني، ده مشهد عاطفي مش مشهد وطني يعني. حضرتك لو تمثال كامل ما كنتش اعمله في الوضع ده، ما انا حكيت لحضرتك السبب خلاني عملته كده. فنيا طبعا علق جزء او رمز او راس وقديم فيلم زي في التمثال، رحت اعمل لهم يعني علقته او حملته بالقديم بتاعته على جسم ام الشهيد. طب مين اللي انفق، مين اللي انفق على ده يا استاذ وجيه؟ نعم، مين اللي انفق على ده، المحافظه ولا مجلس المدينه؟ لا مجلس المدينه حضرتك. مجلس المدينه دفع الفلوس، تكلف كام؟ هو 200,000 ونافوره معاه، يعني مقطعين التخزين هو ونافوره ب 200,000. 200,000؟ اه. طيب الناس هتقول بقى 200,000 ضاعت وجابت نتيجه عكسيه، يعني ما ضاعتش وبس. وأذت الناس في عيونهم، في وجدانهم، في مشاعرهم، في احاسيسهم. هو حضرتك سياده المحافظ اول ما عرف ان في ناس اتضايقت المنظر، اعطى يعني قرار بتعديل المنظر، تعديل الشكل بتاع. هتعدله بقى، هتعمل ايه؟ انا سمعت ان انت هتحط حمامه سلام وغصن زيتون حضرتك. يعني احنا غصنين زيتون، يعني بدل الشهيدة تحط غصنين زيتون، غصنين زيتون في ايديها وحمام سلام حضرتك. لا التمثال كله قاعد زي ما هو حضرتك، مش هيتشال ولا يتكسر وتعمل التمثال، لان موجود اساسا هو الرمز بس حضرتك اللي لا هتحط غصن زيتون وحمامة سلام فين؟ بدل الشهيد اللي من الخلف. بص حضرتك، هو ايديها الاثنين كل يعني كل يد ماسكه غصن زيتون. لكن هتسيب الشهيد اللي من الخلف ده زي ما هو. الخلف عاملين ايه بعد حمام طالع على شكل هلال كده، يعني بيفر يمين وبيفر شمال، عاملين شكل هلال، الحمام مكون مع بعض وعاملين شكل هلال. لا يعني هتسيب التمثال زي ما هو كده وهتضيف الاضافات دي. ما احنا هنعدل برضه الوضع، وضع اليد هيتعدل حضرتك. شيء يعني ايه، شلت انا خالص طبعا التمثال عشان شلت الايدين، وضعهم كنت لازم اشيله عشان تغيير وضع اليد، الناس اعتادت على وضع اليد. طب انت قبل ما بتنفق ده مش بتقدم يعني مش في يعني الناس كده لجنه تتشكل؟ اصل فلوس يعني 200,000 جنيه عشان اعمل ميدان، يعني تمثال في ميدان، فعايزه يحقق الهدف يعني. ما بتقدمش النموذج الاول كده قبل ما تبتدي تنفق الاموال وتعمله؟ هل قدمت النموذج مقدم طبعا، مقدم حضرتك، مقدم النموذج. قدمت النموذج. طب ده هيخلينا اسال رئيس مجلس المدينه، رئيس مركز ومدينة البليانة، المحاسب عدلي أبو عقيل. يا محاسب عدلي، أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بيك، أهلا وسهلا يا فندم. 200,000 جنيه أهدرناها، ضاعت، وكمان ما ضاعتش وبس، وحققت أذى نفسي وعملت صدمة وجابت تعليقات فيها تهكم، يعني فلوس ضاعت وكمان تم تحويل المشهد بدلا من ان يكون تمثالا يعبر عن الوطنيه وعن الوجدان والمشاعر، تحول الى وسيله للتهكم بهذا الشكل. ليه اهدرتم الاموال بهذا الشكل؟ ليه؟ حضرتك الاموال ما اهدرتش، معليك يا وائل بيه. انا رحت مركز البليانه من 6 شهور، كانوا بادئين في العمل فيه في خطه التجميل قبل انا اوصل المركز. انا في مركز البليانه من 6 شهور فقط، ولكن انا لما مريت ولقيت شغل في ميدان الشهيد، ايه ده؟ قالوا ده خطه تجميل اتطرحت من قبل الرئيس اللي كان قبلي، يعني فطرحوا خطه تجميل لميدان الشهيد لاهتمام بالشهيد. تجميل بعمل تمثال لميدان الشهيد، الاسم الميدان. طب الناس تعاملت مع ده على انه قبح مش جمال. يا فندم، الناس مش كل الناس تعاملت كانه قبح، ده فصيل معين، والفصيل المعين على الفيس، واشتغل على انه ده نظام، خدوا صوره من زاويه معينه على اساس انه ده هو لسه ما خلصش شغل اساسا، يعني سعادتك لو بعت الكاميرا لسه ما خلصش شغل قدامه بتاع 10 ايام 12 يوم لشطب شغل. ولكن احنا مع ناسنا في البليانه لما صار جدل واتكلم
الاعلاميين معانا قلنا له بتعليمات السيد المحافظ عدل التمثال على نفقتك الخاصه مش اكتر من كده. ما هو انا لما رجعت الاوراق اللي هو طرح بها الرئيس السابق عرفت انه نافوره جميله جدا في ميدان في البليانه وتمثال ب 200,000 جنيه. فلما حصل الجدل ده عشان اهم حاجه رضا الناس، افرض الفنانين عندهم فكره، والفنان وجيه يني ده يعني معروف جدا، عمل تمثال رفاعه لحظه في مركز لحظه وعمل كذا اعمال تجميليه في محافظه سراج والمحافظات الاخرى، ورجل يعني فيه ثقه ومشهور مش فنان عادي يعني. ولكن قلنا احنا دام صار جدل السيد المحافظ على طول كلمني قال خليه يشيل يعدل التمثال، وتم التعديل فورا ولسه شغال فيه معليك يعني. تم التعديل، هيتعدل على اساس حمام في ايديه كده الفنانين التشكيل. طب انا بس يا استاذ عدلي يعني ده احنا اساتذه الجمال واساتذه الفنون واساتذه النحت. نعم. ويعني وأساتذة الحضارة في هذا المجال يعني. نعم يا وائل بيه نعم. مش عارف كان ممكن والله هو يعني كان ممكن الاهتمام يكون أكبر من كده، وكمان لأنه الناس الأهالي قالوا يعني معليك التمثال ده في منه في أسيوط وفي منه في بني سويف وفي منه في كذا محافظة نفس الشكل ده. ولكن شال جدل في مركز البليانة خلاص يبقى عدلنا. امال ليه الناس بتقول ده مشهد تايتانيك الحبيب الذي يعانق والله حبيبته؟ والله ده كلام، التمثال هيعانق ده شهيد وامه هيعانق. ما هو يعني المعنى الغيب العقل كده. ما هو اللوحه يا منسى اللوحه الـ 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 الفن بيوصل على طول لوجدان الناس. طالما انا ما شفتش حد اتعامل. طب انت لو وقفت قدام التمثال هتتعامل معاه كده هتحس انه مشهد وطني، ان انت امام شهيد. ما هو لسه ما خلصش ولا لسه شفناه، احنا مش عارفين ده لسه. هو عامل عباره عن تاج كده شادر بيوضب من جوه يعني، مش عارف لقطوا ازاي الصوره دي وشافوها ازاي مش عارف. انا هو شغال. لا ده محطوطه في ميدان عام يعني، هي شافوها ازاي مش مخفيه سيادتك. لا هو بيشطب عباره عن حديد واسمنت وبيركب تركيب وفنان وعامل الاسوان حواليه كده عشان يكشف. طيب. لما يخلص انا بس اللي اقصده يعني قضيه الشهيد يعني قضيه يمكن انها تثير الابداع في اي فنان يعني. انا مش هنتقص من استاذ واجي، لكن كمان يعني قضيه الشهيد ومصر والمشهد الوطني اللي عايز يفكر هيفكر في اشياء كثيره يعني. طبعا 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 يعني. وبعدين لما نقعد بقى نستعيد سواء اغانينا الوطنيه او فوق راسنا كلنا عليك، وده قصه يعني فيها بعض خدت اكبر من حجمها شويه في الاراء. لا ما فلوس ضاعت يا استاذ. لا هي الفلوس ما ضاعتش يا فندم، موجوده. ده مجايسه مطروحه ومناقصه، هي مش عادي كده يعني. ده مجايسه ومناقصه وتقدمت ناس غيره وطرحت الزميل الفاضل اللي قبل مني طرح مش على طول كده يعني، ورست على الفنان وجيه بشكل معين هو مقدمه. طيب عشان بس ادي الاستاذ وجيه حاول ان هو بعت لنا بعض الرسوم نشوفها يا جماعه. دي رسوم تانية للاستاذ وجيه، وبيقول يعني انا مش انه اهو دي رسوم مختلفه في ميادين هو عاملها، وبالتالي يعني هو بيقول انه شوفوا انا عملت اكثر من تمثال في ميادين. طيب كل ده كويس، انما استاذ وجيه يعني ما يعني ممكن تكون طاشت منك المرة دي يعني، لأنه إحساس الناس بالتمثال جاء بشكل عكسي يعني. ممكن يا فندم أقول لحضرتك حاجة وائل بيه؟ اتفضل. بص حضرتك، أنا العمل لما يكتمل يا باشا يبقى فيه يحصل نقد، إزاي يحصل نقد يا باشا؟ لسه عمل لسه جوه الحوض ما لسه ما طلعش عشان أنقد عليه حضرتك. أنا لسه شغال وبقى التمثال اتشاف من كل الزوايا. اسال اي فنان حضرتك، ما يجيش من زاويه واحده ويلقط له لقطه كده بوضع مش كويس وعلق عليه. طيب حضرتك ده تعبير في منتهى الرقي، ناس كثيره خالص فنانين شافت وقال تعبير في منتهى الرقي. يعني انا ماليش دخل بواحد جاب الزاويه اللي جت لحضرتك دي خدها بوضع كده
وحكى اللي حكاه وبعد كده شباب. انت عايز تقول ان العيب في من رأوا الحضن بهذا الشكل يعني؟ كده بالظبط حضرتك، كل واحد يشوف بعين واحد هو حر، لكن انا التعبير ده ما فيهوش خطا صدقني. بس اما بيبقى في اجماع كده، انا مش عايز اقصوا عليك يا استاذ واجي، انت حضرتك طلع مجموعه شباب مع بعض على فكره حضرتك على الفيسبوك ده، لكل واحد شايل للتاني، ده موضوع تاني. لا 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 مش عايزك تتعامل مع حضرتك حاجه. لا اقول لحضرتك حاجه، طب هل اتعمل اكتمل واتحط في الميدان وكشف هيحصل نقد؟ ده حق الشعب وحق الناس كلها كده تعمل كده حضرتك. انت تألمت يا استاذ واجي من تعليقات الناس، واضح. ما طب اقول لحضرتك، طب ايه الغلط اللي فيه؟ ده شهيد ام الشهيد، ما هوش مش موجود اصلا اساسا، يعني الجندي مش موجود، ده يدين فوق كتفه عند كتفه والوش بتاعه، فلازم احملهم، كنت لازم احملهم احط الايدين على وسطها عشان اتحمل عليها. طيب اتحمل عليه ده خرسانات وحاجه ثقيله وزن ثقيل. طيب انا مش هنقعد نناقش بقى خالص. انا حضرتك يهمني ان الناس كلها تبقى مبسوطه من فعل وعمل، وشوف ده اتعودت على كده، اي عمل ليا بس الشارع كله مبسوط خالص بكل. وشفت حضرتك الاعمال، انا قصدت بعد حضرتك الاعمال تشوفها، اي عمل يعني في يعني، فده موضوع يهمني انا خالص. فهل انا لو حاسس ان في اي خلل كنت هعمل ممكن تصميم زي كده حضرتك يعني، ولا الناس اللي وافقوا عليه؟ هل الناس ما الناس بتتذوق وكمان التفاصيل البسيطه. اما يا استاذ وجيه بس شوف يعني الشهيد بيحضن الام من الخلف بهذه الطريقه، واليد الممتده على طالما وصل، طالما ادى للناس احساس بانه ده مشهد تحرش او مشهد ليس وطنيا ولا يتعلق بالشهيد ومصر والام، فخلاص يعني مش واصل للناس زي ما انت عايز تقول، واصل للناس بشكل عكسي. واحد جنى الفكره دي دخلت مخ الناس، ما حدش عارف الوضع بوضع غلط كده. بس يعني حضرتك لو كمل العمل خالص وتم تشطيبه ودهانه صدقني بامانه. ما تزعلش يا استاذ وجيه، هي بس ال لكن اصل في مسافه بعيده خالص يعني، ما فيش في بعد بين الاثنين، وده يعني ده عبد الورم حضرتك ما هوش تمثال كامل، ده ما موجود ام الشهيد في كل مكان في كل محافظه، ومناظر ايه يعني مناظر يعني، شوف هذا ما فيهوش اي اساءه. هو تم التعليق هنا مش عارف ليه كده حضرتك يعني، واحد على الفيسبوك حضرتك كمان، عارفش من اي بلد، عارفش من بلد غير بلد يعني، وشباب مع بعض كله كان لا غلط. لا خلاص شات المحافظ رأس القرار، خلاص ما دام الناس مستعجله انا عدلت التعديل على طول حضرتك يعني، وانا ما زال شغال حتى مصر لسه ما شطرتهاش حضرتك. طيب استاذ وجيه الطرحه بتاعتها فلاحه بالطرحه بتاعتها طويله خالص يعني جلباب البلدي بتاعها، ما شايفش اي اساءه في التصميم زي كده. طيب انا بس يا استاذ وجيه، لان احنا مصر تحديدا يعني هي صاحبة الريادة في الفنون الحضارية وفي النحت وفي الفن التشكيلي وفي الرسوم، وبالتالي كان يمكن انه ننجح اكتر من كده في ده. بشكرك استاذ وجيه واستاذ عدلي الف شك. انا عايزكم تشوفوا طبعا احنا استعرضنا معاكم تمثال ام كلثوم اللي صدم الناس بالالوان في الزمالك، شفنا كمان فكروني يا جماعه احمد عرابي، وشفنا كمان رفعت طهطاوي